بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية العلمية المتعلقة بشرح كتاب الصاحبي في فقه اللغة العربية للإمام أحمد بن فارس رحمه الله تعالى. ونحن اليوم عند ذكره لباب آخر من نظم القرآن الكريم، وذكر المؤلف وقال: وذلك أن تجيء الكلمة إلى جنب الكلمة كأنها في الظاهر معها وهي في الحقيقة غير متصلة بها. وضرب أمثلة على ذلك، ومنها قول الله عز وجل: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فقول الله عز وجل وكذلك يفعلون هو من قول الله جل اسمه لقول المرأة، ومنه الآن، يعني ذكر على لسان المرأة في قصة نبي الله يوسف: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هنا انتهى قول هذه المرأة، ثم قال يوسف: ذلك ليعلم إني لم أخنه بالغيب. ومنه: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وتم الكلام فقالت الملائكة: هذا ما وعد الرحمن. يريد بذلك إن هذا نوع من نظم القرآن، أنه يأتي بالكلام لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بالكلام الآخر ليس لله تعالى، هو كلام الله على لسان غيره. أما أن يكون على لسان الملائكة أو على لسان جواب شيء آخر. ومنه قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فذكر هنا صفة للأتقياء المؤمنين، ثم قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي. فهذا رجع، ذكر صفة المؤمنين ثم رجع وذكر صفات الكافرين، وعنى بإخوانهم عنى الشياطين. وهنا مطلق الشياطين، أي قد يكون الشياطين من الإنس أو من شياطين الجن. ثم انتقل إلى الحديث إلى باب إضافة الشيء إلى من ليس له لكن أضيف إليه لاتصاله به. ومن ذلك العرب تقول: سرج الفرس وثمرة الشجرة وغنم الراعي، وهكذا. هنا إضافة الشيء إلى من ليس له لكن أضيف إليه لاتصاله به. يعني حينما تقول سرج الفرس، حينما تقول سرج الفرس، فالسرج أضيف إلى الفرس لاتصاله بالفرس ولوجوده على ظهرها. ولما تقول ثمرة الشجرة لوجود الثمرة في الشجرة، وغنم الراعي لوجود هذا الراعي الذي يرعى الغنم في هذه الغنم. وذكر بيتا من الشعر فقال: فروحهن يحدوهن قصرا كما يحدو قلائصه الأجير، كما يحدو قلائصه الأجير. فهنا ذكر قضية القلائص، وهي جمع لهذه الكلمة، ويعنى بها الناقة الفتية، ويحدو يسوق. وهنا ذكر: فروحهن يحدوهن قصرا، أي يسوق هذه النياق مجبرة، كما يحدو، كما يسوق قلائصه الأجير، كما يسوق الأجير النياق التي ليس له، يعني لا يأبه بها ولا يهتم بها. فهنا أضاف القلائص، وهي النياق أضافها للأجير وهي ليست للأجير، وهذا من باب إضافة الشيء إلى ما ليس له. ثم يتحدث عن باب آخر من الإضافة، ويقول: ومن ذلك إضافة الشيء إلى نفسه أو إلى نعته، إلى نفسه أو إلى نعته، إلى أي إلى صفته. فالإضافة الأولى قول النمر: سقية بين أنهار ودور وزرع ناب وكروم جفن، وكروم جفن.
والجفن هو الكرب. فأما إضافته إلى نعته فقوله قول الله سبحانه وتعالى أو كما تقول العرب بارحة الأولى ويوم الخميس، إضافة إلى الصفة، الصفة التي يتصف بها هذا اليوم، ويوم الجمعة، أو أن تقول يوم الحرب، أو تقول يوم الخير أو يوم الشر. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى ولدار الآخرة، فأضاف الآخرة إلى الدار، هي إضافة إلى صفة هذه اليوم التي تكون آخر يوم الدنيا يكون فيها الحساب وحق اليقين ونحو ذلك. حقيقة باب الإضافة هو باب واسع من أبواب العرب، وباب موجود في لغة العرب بشكل كثير وبشكل واسع. والواجب على الدارس لهذه اللغة ولفقهها أن يفهم هذا الباب وأن يعيه. وهناك أيضا العرب تتكلم أيضا باب إضافة، الإضافة إلى الاسمين، الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر فجعل اسما واحدا، أو الذي يطلق عليه بالاسم المركب نحو معد يكرب وخمسة عشر وبعلبك وما أشبه ذلك. وذكروا بأن الخليل ابن أحمد رحمه الله تعالى كان يقول ينسب إلى الأول منهما لأنه جعل الثاني كالهاء، يعني جعل الثاني كالهاء كالضم، فيقول في حضر موت حضري، وفي خمسة عشر خمسي، وفي معدي يكرب معدي. يقول ولم يكن اجتماع الاسمين موجبا إنهما قد صيرا اسما واحدا، يعني ممكن إضافة تكون الإضافة في هذه الأسماء، لكن ليس من الضرورة أن يكون اجتماع الاسمين، إن الاسمين قد صيرا اسما واحدا، وإنما يجوز أن تقول في معد يكرب تقول معدي أو تقول يكربي وما إلى ذلك، يعني تقتصر على أحد الاسمين. وهذه يعني من عادات العرب في كلامها وفي إضافتها، إن هذا الأمر كان عندهم معروف وكان عندهم مفهوم. وهنالك ما يطلق عليه بالإضافة إلى الحكاية، وذلك كقولك في تأبط شرا تأبطي. وذكر بعض علماء العربية أنهم كانوا يقولون سمعنا من العربي من يقول كوني كوني، حيث أضافوا إلى كنت، إلى كنت. وقال وذكروا أيضا يقول قوم كنتي في الإضافة إلى كنت، ومنهم من يضيف إلى الجملة، والجملة عندهم لا يدخلها تثنية ولا جمع ولا إضافة ولا إعراب، ولا تضاف إلى متكلم وإلى غيره، ولا تصغر ولا تجمع. وهذا في مسألة في باب الإضافة إلى في الإضافة إلى الحكاية، في باب الإضافة إلى الحكاية. ويقولون إنما العرب يخصصون النسبة بذلك إلى المنسوب غير المنسوب إليه. يقولون ألا ترى مثلا يقولون البصري غير البصرة والكوفي وغير الكوفة، يعني هنالك ممن يطلق عليه بالبصري وهو من أهل البصرة، وهنالك من يطلق عليه بالبصري وهو ليس من أهلها، ومن يطلق عليه بالكوفي وهو ليس من أهلها، مثلا أن يكون نسبة إلى أبيه أو إلى جده أو ما إلى ذلك، أو إلى حرفة أو إلى صنعة أو إلى ونحو ذلك. والتشبيه والجمع والإضافة. وأيضا هنالك الإضافة إلى الجميع، الإضافة إلى الجميع هو إنهم يوقعون الإضافة على واحده الذي يعني كسر عليه ليفرق بين ما كان اسما لشيء واحد وبينه إذا لم ترد به إلا الجمع. وذلك من ذلك قولك في رجل من القبائل قبلي، رجل من القبائل قبلي، وهو من جميع، هو من جميع أو من قبيلة كبيرة، فتقول عنه قبلي. وللمرأة قبلية لأنك رددتها إلى واحد، تقول هذه امرأة قبلية، رددت إذا رددتها إلى واحد من القبائل وهو قبيلة. وكذلك من ينسب إلى علم الفرائض مثلا نقول عنه فرضي،
الذي ينسب إلى عبد الفرائض والمواريث تقول عنه فرضي ترده إلى الفريضة، ومن ينسب إلى المسجد تقول عنه مسجدي، وهكذا. وهذا باب يطلق عليه علماء العربية باب الإضافة، باب الإضافة إلى الجميع. وتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن باب جمع شيئين في الابتداء بهما وجمع خبريهما، ثم يرد إلى كل مبتدأ به خبره، وذكر أمثلة على ذلك، وقال: ومن ذلك إني وإياك على عد أو على جور. فجمع شيئين في الابتداء وجمع خبرين، خبرين إني وإياك على عد أو على جور، ومراده إني على عد وإياك على جور. وهذا في كلامهم وفي أشعار العرب كثير، كما ذكر المؤلف وذكر بيتا لابن القيس يقول فيه: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. أراد كأن قلوب الطير رطب العناب ويابس الحشف. ومن ذلك أيضا ذكر أمثلة في القرآن الكريم: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهنا وإنا وإياكم والهدى والضلال، ذكر مبتدئين وذكر خبرين، معناه وإنا على هدى وإياكم في ضلال. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وهنا يقول: إذا رد كل شيء إلى ما يصلح أن يتصل به كان التأويل. قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن وكفرتم به واستكبرتم. وأيضا ذكر: وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهذه كلها أمثلة تندرج في باب جمع شيئين في الابتداء بهما وجمع خبرهما. شيئين يجمع كمبتدأ ثم يجمع في نهاية الكلام خبرهما ثم يرد إلى كل مبتدأ وخبره. وهذا في سياق كلام العربي وفي سياق ما تعرفه العرب. ثم تحدث عن باب التقديم والتأخير، وهو سنة من سنن العرب في كلامها، إنها تقدم الكلام أو تؤخره، أو إنها تقدم الكلام وهو في المعنى مؤخر أو العكس، وتأخيره وهو في المعنى مقدم. وضرب مثالا قولا لذي الرمة: ما بال عينك منها الماء ينسكب. أراد ما بال عينك ينسكب منها الماء، فأخر ينسكب وقدم عينك. وقد جاء مثل ذلك في القرآن كما ذكر المؤلف: ولو ترى إن فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. تأويله والله أعلم كما يذكر المؤلف: ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان، وأخذوا من مكان قريب، فلا فوت، لأن لا فوت يكون بعد الأخذ. وقول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، يعني القيامة، ووجوه يومئذ خاشعة، وذلك يوم القيامة. ثم قال بعد ذلك: عاملة الناصبة، والنصب والعمل يكونان في الدنيا. فكان يعني تقدير الكلام أن تقدم الأمور التي للدنيا ثم تأتي التي الأمور التي للآخرة، لأن الآخرة بعد الدنيا. ولكنه هنا ذكر أو قدم ذكر الآخرة على الدنيا، وتقديم الآخرة على الدنيا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وإذا أريد به شيئا فإنما يراد به إنه تقديم الباقي على الفاني، فالدنيا فانية والآخرة باقية، فالآخرة تقدم عليها. ثم انتقل إلى الحديث إلى باب الاعتراض، وهو سنة من سنن العرب في كلامها أن يعترض بين الكلام وتمامه كلام. يأتي الكلام ويأتي كلام ليعترض ثم يأتي تمام الكلام، ولا يكون هذا المعترض إلا مفيدا. يعني إذا جاء كلام واعترض وكان هذا الكلام ليس مفيدا فهذا ليس من سنة العرب في كلامه، إنما سنة العرب في كلامها
أن يحصل الاعتراض ويعطي معنى الإفادة، فإذا لم يعطي معنى الإفادة فهو ليس من سنن العربي في كلامها. وضرب أمثلة على ذلك وقال مثلا اعمل والله ناصري ما شئت، يعني أصلها اعمل ما شئت، فجاء كلام المعترض والله ناصري، وهنا جاء صيغة دعاء مفيدة في هذا الكلام اعمل والله ناصري ما شئت، واعترض بين الكلامين وذكر بيتا للشماخ لولا ابن عفان والسلطان مرتقب أوردت فجا من اللعباء جلمودي. فهنا قوله والسلطان مرتقب، يعني هو أراد لولا ابن عفان أوردت فجا من اللعباء جلمودي، ولكن الكلام المعترض الذي جاء والسلطان مرتقب، يعني السلطان حاضر، فهنا اعترض هذه الجملة بكلام، وهذه من طرق العرب ومن سنن العرب في كلام. ثم انتقل إلى باب الإيماء. العرب تستخدم الإشارة لتدل إلى معنى، فالإيماء هو الإشارة، والإشارة هي أن تومي إيماء دون تصريح. وحقيقة قضية الإيماء تدخل في كثير من التفاصيل الشرعية حتى في التفاصيل الفقهية، فالبكر مثلا تستأذن ويكفي أن تسكت ويكفي أن تومي مثلا، والثيب لا يكفي ذلك. فإذا الإيماء يستخدم حتى في القضايا الفقهية وفي القضايا اللغوية كثير. فيقول القائل لو أن لي من يقبل مشورتي لا أشرت، وإنما يحث السامع على قبول المشورة، وهو في أشعار العرب كثير طبعا أيضا. يعني هنا إما أنه يقصد ظاهر الإشارة وهي الإيماء، أو أنه يقصد الإشارة التي تتحصل بالكلام. وذكر من أشعار العرب في هذا الشأن: إذا غرد المكاء في غير روضة فويل لأهل الشاء والحمرات، أو ماء إلى الجدب، أو ماء إلى الجدب، وذلك إلى المكع. يعني أشار العرب تستخدم في هذا الشعر كثيرا، إنهم يتكلمون في الشعر ليشيروا إلى أمر آخر غير أمرا فيه معنى، يعني يشير إلى أمر آخر غير الأمر المراد في الكلام المذكور أو الظاهر. واستدل أيضا من القرآن بقول الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هنا إيماء يعني أماء وأشار، يعني هو ليس المقصود إنما الحضور الحقيقي، لكن المقصود أن يصيب، أشار إلى إنه استعاذ بالله عز وجل من أن لا يصيبوه بسوء. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو إضافة الفعل إلى من وقع بعد ذلك الفعل، وهي من سنن العرب في كلامها، إضافة الفعل إلى من يقع به ذلك الفعل. يقولون: ضرب زيدا وأعطيته بعد ضربه كذا، ضرب زيدا وأعطيته بعد ضربه كذا. فهنا نسب الضرب إلى زيد وهو واقع به، هو المضروب زيد، ولكنه نسب الضرب إلى زيد وهو واقع به. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، فالغلب واقع بهم من غيرهم، أي الغلبة وقعت عليهم من غيرهم، وأضافها الله سبحانه وتعالى لهم، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فأضاف الغلب إليهم. وإنما كان كذا لأن الغالب وإن كان لغيرهم فهو متصل بهم لوقوعه بهم. وقول الله عز وجل: وآتى المال على حبه، ثم قال وقول الله عز وجل: يطعمون الطعام على حبه، فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام ومضاف إلى الماء، وهو في الحقيقة لصاحب الطعام وصاحب المال. وحقيقة نستطيع أن نستخلص من هذه الآية القرآنية في قضية ويطعمون الطعام على حبه، أي إن الإنسان يجوز له حبا بأمر معين إذا كان ذلك الحب لله سبحانه وتعالى، أن يفعل ما شاء من أمور الخير كأطعام الطعام وغير ذلك، وهذا مما
كانت العرب تعرفه، ومما جاء في سياق القرآن لأن العرب تفهم ذلك وتعرفه. ثم انتقل ليتحدث عن باب ما يجري من غير ابن آدم، مجرى بني آدم في الأخبار عنه، وليس آدمي ولكنك تخبر عنه كأنه آدمي. وهذا من سنن العرب في كلامها أن تجري الموات وما لا يعقل، يعني الموات يعني الجمادات والأشياء التي لا تعقل في بعض الكلام، مجرى بني آدم. فيقولون في جمع أرض أرضون، وفي جمع كرة كرون، وفي جمع أرأرون، وفي جمع ضبة السيف ضبون، وينشدون في ذلك، يعني يجمعونه جمع الجموع التي تستخدم في جمع المذكر السالمي أو المؤنث السالمي وما نحو ذلك، وأنشدوا في ذلك أشعارا كثيرة، وذكر المؤلف منها: يرى الراؤون بالشفرات منها كنار أبي حبا حبا والضبيين والضبيين، ويقولون لقيت منه الأقورين وأصابتني منه الأمرون ومضت له سنون، ويتعدون إلى هذا إلى أكثر مما ذلك. وذكر يعني أمثلة كثيرة، ومن ذلك أيضا ذكر في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: في فلك يسبحون ولقد علمت ما هؤلاء ينطقون وما إلى ذلك. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو اقتصار العرب على ذكر بعض الشيء وهم يريدون كله، يذكرون البعض ويريدون الكل، ويذكرون الكل أحيانا ويريدون البعض، وهذه كلها سنن للعرب في كلامه. ومن ذلك قال: فيقولون قعد على صدر راحلته ومضى، قعد على صدر راحلته ومضى، وهو قعد يعني على الراحلة كلها، هم ذكروا البعض وأرادوا ماذا؟ أرادوا الكل. وأيضا استدل بقولهم: الواطئين على صدور نعالهم، الواطئين هو لما يرتدي النعال يرتدي كل النعال، ولكنه قال الواطئين على صدور نعالهم، ذكر الجزء وأراد الكل. وأيضا قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني هل يجوز للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم مثلا ولا يغضوا من فروجهم؟ عندما نهى عن الغض عن الأبصار فهو من باب أولى أن ينهى عن الغض عن الفروج. ثم قال: يغضوا من أبصارهم، ومن معانيها التبعيض، يعني هل يجوز للمؤمنين أن يغضوا جزءا من أبصارهم ولا يغضوا الجزء الآخر؟ لا، المعنى من ذلك إنه ذكر الجزء وأراد الكل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أن يغضوا كل أبصارهم. وهنا المن أعطت معنى الكلية، وبعض العلماء يقولون للتبعيض، لأنهم أمروا بالغض عما، التبعيض ها هنا لغاية، الغض عما يحرم النظر إليه. أما إذا قلت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني لا يروا شيئا أبدا، لكن يغضوا من أبصارهم أي يغضوا أبصارهم عما حرم الله ويفتحوا أبصارهم عما لم يحرم الله سبحانه وتعالى. والأمثلة على ذلك كثيرة ومتواردة، ونكتفي بهذا القدر لهذا اليوم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.